الوطني بقيادة أندري ميشيل يسعد لنهائيات آخر كأس قارية بغانا، والتي عرفت مشاركة باهتة للأسود بعد الخروج المبكر من الدور الأول في تلك النهائية. مباراة هذا المساء الودية بالبرتغال ضد أنغولا تعد الخامسة في تاريخ المواجهات بين المنتخبين، مع الإشارة أن الطابع الودي ظل القاسم المشترك في اللقاءات الأربعة السابقة والتي فاز فيها المنتخب الوطني في ثلاث مناسبات فيما تعادل المنتخبان مرة واحدة. مباراة هذا المساء تأتي إذن والشارع المغربي لا زال يعيش على وقع الصدمة التي خلفتها نتيجة مباراة الجابون الأخيرة بعد الخسارة نتيجة وأداء في تلك المواجهة التي حولت حلم الانتصار إلى انكسار. وبغض النظر عن نتيجة مباراة هذا المساء والتي ستعرف بلا شك تغييرات عديدة على مستوى التركيبة البشرية، فتبعيات ما خلفته الهزيمة المرة أمام فهود الجابون لا زالت ترخي بظلالها على الشعب بأكمله. شعب كان يمني النفس بأن يرى منتخب بلاده يقص شريط هذه التصفيات بفوز كان بإمكانه أن يمهد لعودة كرة القدم المغربية إلى الواجهة من جديد. مساء أمس أسدل ستار بأكادير